انستي سادتي لهذا اللقاء الجديد المباشر من برنامجكم كاتب ومكتبه. نحن اليوم سيدتي وسادتي متواجدون بمكتبه واحده من اهم المثقفات المغربيات بمدينه مراكش والوطن بشكل عام. يتعلق الامر بشجره الفقيه بن بين. الاستاذه ليلى بن بين واحده من ابناء العلامه الفقيه الراحل صديق وأيضا رفيق الملك الحسن الثاني طيب الله ترى أستاذة ليلى بن بين بحثة جامعية وأستاذة لها وزن كبير على المستوى الثقافي خصوصا في الثقافة الفرنكوفونية ولو أنها لها اطلاعات كبيرة حتى على المسار الأدبي والثقافي بلغات أخرى من بينها اللغة العربية ولكن ما يثير الانتباه ان الاستاذه ليلى بن بين جمعت بين شقين اساسيين في حياتها مسار طويل من تجربه حياه ومسار هالة الى ان تكون سيده المجتمع خصوصا في الاشكال الاجتماعيه المتعدده على مستويات عديده اولا ارتباطها اولا بالمنظومه التعليميه على مستوى مقاربه العذر المدرسي بجهات المملكه وخصوصا في مدينه مراكش لا إشعاع واضح بهذا الخصوص مقاربه ايضا لموضوع اعاده البنات اللائي لم يستطعن الولوج الى المدرسه بكفاح ونضال مستميتين طيله سنوات وعقود من الزمن وهذا اهلها الى ان تكون واحده من اللائي ربطنا المسؤوليه ديال الاسره بالمجتمع على مستوى تاهيل الاسره الى ان تكون فتياتها وفتيانها ايضا قابلين على الحياه وقابلين على التعلم والتعليم بصفه عامه ولها ارتباط ايضا بمؤسستها التي اسستها طيله سنوات منها دور للطالبات والطلبه وايضا منافع اجتماعيه اخرى واقتصاديه وبيئيه وثقافيه وتثقيفيه لشرائح مهمه من الاسر الفقيره والمهمشه اه وايضا في الجزء الثاني من حياتها لها بعد اخر اه لكونها جمعت خيره المثقفين والاعلاميين والاكاديميين الباحثين في صالونها الادبي و والثقافي والفكري التي تعده دائما على راس كل شهر او بنصف شهري احيانا اسبوعيا وهذا الصالون اصبح له وقع كبير على الثقافه المغربيه، ذلك انه يرصد اهم ملامح واشكالات الثقافه المغربيه، التراث المغربي، السوسيولوجيا الاجتماعيه وايضا الابعاد الثقافيه في كل مناحي الحياه، وايضا ارتباطها بالاصدارات ديال الكتابات لكبار المفكرين والمثقفين البارزين حتى لك انني اطلق عليها ميزيادة المغرب مقاربة لميزيادة المصرية ارحب سيدتي سادتي بهذه القامة الثقافية الكبيرة الاستاذة ليلى بن بين. مرحبا بك الاستاذة شكرا ليلى. سيدي. مرحبا شكرا سيدي في طيب. في البداية احنا بغينا نتعرفوا على بداية المسار ديال الاستاذة ليلى بن بين. يعني طفولتك وشبابك والطريق اللي خديتي كيفاش فكرتي فيه ولا جاب بالصدفه آه آه انا في الحقيقه تزاديت في واحد البيت كان فيه كتاب حاضر بزاف كانوا عندنا مكتبات كانت عندنا المكتبه ديال الوالد اللي كانت باللغه العربيه مكتبه مهمه بزاف عاد وكانت عندنا مكتبه اصغر منها ديال الوالده اللي كانت هي بالفرنسيه كانت لا تقرا باللغه العربيه مم. كانت هي تقرا باللغه الفرنسيه و ووردت عنها بعض الكتب وعن ابي كذلك ووردت كتبا ك مع كتب معروف الرصافي كان ابي كثيرا معروف الرصافي وعن امي وعن امي كتب ك باسيون دو حلاج ك واحد العداد نتاع الكتب اللي لكي يبلوك ي... 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 من اللي كتقراهم صافي ما كتولي واحد الانسان واحد اخر هذا في هذا كنا صغار وكان عندي واحد خويا كبير عزيز عزيز كان تهوت يموت على الكتب وكان كل ما طاح عنده شي ريال ما عندوش صباط ولا ما عندوش شي حاجه عطاه باش يشري صباط يمشي يشري كتب الكتب او اللي خدم تخلص تمشي يشري كلها كتب وتيجي دونك كان عندنا الكتاب حاضر وكان عندنا الفقيه في الدار كان عندنا واحد وخا علاقة الحال وعلى الحال كان عندنا واحد واحد البلاصه بحال القوس كنا تنقراو فيه القران باللوحه وتنحفظوا القران ومن بعد تطور العمل اللي كنا تنديرو مع الاستاذ الفقيه القران تطور الحديث والمدارس الفكر تطور على مد السنين تطور الاغاني كان شي مره تندخلوا تلقاو مضنا كجفا ومرقد وبكا ورحمه يلا فسروا لي زعما حنا حنا تقري في العربيه معاه هو ما كناش في الاول في مدارس اه اه تيخصنا دونك دونك تعودنا على اه تعودنا على الكتاب من نهار الاول وملي كنا صغار واحد الظاهره مهمه بزاف كانت الوالده الله يرحمها اه لا, لا امينه المحي الحال العالمي اه كانت اه كانت الوالده ما 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 عندناش ما ناكلو بزاف في الدار داكشي على قد الحال ولكن ما ناكلوش الا ما فرقنا على كاع الناس هذا آه اللي تيسقي الماء با مهدي هذه المره اللي كتغسل الموتى ومزهيه هذا كان خصنا نسبقوهم شي حويجه اللي كان شفت المرقه وفيها شي حاجه بطاطا ولا شي حاجه الزيتون ولا شي حاجه وخصنا نوصلو يعني في الدار بوالو كنا لانك انت تقول لنا إن ماما الله يرحمها ما تعتمد القليمة ما تعتمد الكثير ما تقولش تاني نهار نخدم <applause> <صحيح. تصفيق> دونك دونك انا كبرت في هذا في الجو وقعوا مشاكل في العائله كان طلاق نتاع الوالده كانوا مشاكل تتعرفوا كيفاش تيرجع داكشي على على الدراري وهي كانت كانت بزاف ملي تتقلق ولا تقول الكتب الكتوبه قراو قراو كان عندها هذا هو هذاك هو لاغم باش كانت تبرد على راسها وتبرد علينا حتى حنا تقول كتب الكتب الكتب, الكتب. فاذا كل شيء شي كان تيقرا كل شيء كان كنت هي بين المحي والخليل والالهام وانا الاخرين كانوا كبار ديما الكتيبات تيدوروا بيناتنا واحد لا بيبلوتيك فيغت واحد لا بيبلوتيك غوز سي دي سميتو دونك هذا 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 من واحد من نعم بعد قرينا في مدارس نتاعنا تاع قرينا في مدرسه مثلا انا قريت مدرسه الكتبيه المحي قرات عرس المحي قرينا في مدارس كانت القرايه فيها كانوا فيها مكتبات ما كانت تم مدرسه في مراكش كل اللي ما فيهاش مكتبه ما كايناش هذا هذا دونك واخا فيها ثلاثه الاقسام فيها مكتبه دونك قرينا في مدارس فيهم مكتبات، فيهم اون يعني ملي ما تيجيش الاستاذ تدخلونا للمكتبه ولا تيدخلونا لواحد القاعه شي واحد عايز يعني خصنا نقرا ولا نديرو شي حاجه يعني كالمجتمع ماشي بحال دروكا بزاف المدارس الا ما جاش الاستاذ تيخرجو الدراري للزنقه اش كيمشيو يديرو في الزنقه؟ كي ما كايناش المكتبه كاين شي مؤسسات ما فيهمش المكتبه غاديش نقول لكم تجربتي مع واحد المؤسسه در درنا فيها المكتبه وما بقاتش هذا كلام واحد اخر من مشينا حنايا مده ثلاث سنين ولا حيدوا المكتبه وعاودوا رجعوا ال... ما عليناش المكتبه كنا درناها بكل شيء ليها ب... بلي زورديناتور ديالها ب... الفيلمات ديالها للدراري الصغار وكل شيء ماشي هذا ما هو ال... ال... سميتو المهم كانوا المدارس اللي قرينا فيهم حنا مدارس يعني كانوا كاينين شي مدارس دروك الا دخلتي لهم طبغات فيهم طبغت فيهم يعني المعلمات والمديرين داكشي اللي دايرين شي حاجه أه عجيبه يعني فاق ذاك التصور ديالنا حنا ولكن كاينين بزاف ما فيهمش المكتبه ويلا فيهم المكتبه فيها شي واحد اللي تيتعطل ولا ما يقدر وخا يسد ما يجيش المكتبه ماشي مهمه ماشي هي الاساس ماشي هي اللي خص يوقف عليها دونك فوالا هذا هو من بعد مني تيت الباكالو مني تيت الباكالوريا مشيت تنقرا في الرباط لان كانت الوالده الله يرحمها ممنوع عليك تذكر الخارج بعدا ما عندناش باش نمشيو للخارج وما كانش ما كان الفيزا ما كان داك الشيء غالي ما كان وهكاك وما تمشيش علاش؟ حيت كتقول لك بين لي انك قادر تنجح هنا في المغرب اش غادي تمشي دير في, في بلدان الناس بين لي تاخسك تدي لا ليسونس وعاد ديك الساعه على الخارج ما كاينش الخارج واحد الكلمه ما تترش عندنا دونك دونك قريت قريت في الرباط محمد الخنيس تاني جامعة مكتباتها عن متى نقول مكتبة مكتبة يعني كتب كاينين والجو كاين وتتحلف الثمانية وتتبقى حتى ولا ستة ونص ولا سبعة مكتبة مكتبة ااا أه أه دونك دونك قريت محمد في أه إيه محمد الخامس في ااا أه لونيفرسيتي محمد السادس في الرباط لا فاكولتي دي دونك قريت تما حتى ديت لا ليسونس ملي تيت لا ليسانس مشيت نتقيد في في باريس في الدكتوراه في سوربون، كاين واحد لو ديبلوم ديتود دي بحال ماستر، وكاينه وكاينه دكتوراه مشيت نتقيد حنا 11 في ديك البلاصه اللي مشينا نتقيدو فيها قالت لينا خرجت واحد السيده قبطت لي دوسي كلشي تتسنى انا تجمعنا وخرجت قالت لنا عافاكم طالبه المغربيه قلت انا قالت عندكم مستوى ممتاز في المغرب غادي نشوفوا كيفاش في ذاك الدواء ما غاديش يدوز كله يا سيدي يا سيدي قالت لك هذا انا قريت محمد الخامس تنهضر على محمد الخامس دونك قالت لنا مستوى عندكم مزيان دونك هذا ماشي هذا هو لوكا 10 سنين من بعد مشات واحد الطالبه ديال تلت قالوا لي نعاود نشوفوا واحد آه واحد شي ما شي دي موديول داك الشيء ما عليناش دونك مشيت للسوربون بقيت في السوربون على دقيت. على اساس دكتوراه، دوزت دا داك الشيء اللي خصني ندوز قريت دوك العدد السنين اللي خصني نقرا وديت الدكتوراه ديت الدكتوراه عطاوني واحد لانفي غزال حيت تما عندك لي زونفي على حسب المستوى مزم. الا الا بانت لهم شي تاز مزيانه تعطوك واحد ل... ويكيزو ولا عطاك انت شويه على حسب حيت تيجيو لي جورناليست الا قالوا كيزو تيجيو الناس وتيجيو بزاف دونك عطاوني انا دوزت في ديك ديك ذاك لونفي و فوالا وديت الدكتوراه ديالتي دي. وديت الدكتوراه ديالتي دي. الوغ مع قصه الانجليزيه كلشي الأدب الانجليزي وكلشي الانجليزيه ومنين جي. ومنين جيت المغرب ولكن منين ديت لا ليسانس تزوجت كنت مزوجه مشيت خدمت في الليسي في تنقري في السلك الثاني وعجباتني عجباتني بعدا بعدا من كنا حنايا شي 60 ديك الساعه في واحد لابروموز واحد واحد القسم واحد لابروموسيون وجاو عندنا ديك الساعه باقي ما مديناش لا ليسونس وجايين جايبين لينا الخدامي ها لا غوايا لي ماروك بزاف تبع الابناك الكبيره وداك كلش المغرب ها لي مينيستير دي بوست تري امبورطون بلا ليسونس يعني لا ليسونس كانت وجابوا لينا وكلهم الاصدقاء ديالي 59 كلهم اختاروا دي تري بون بوست وانا اختارت التعليم تيقول <applause> لي يا واش انت تخممي واش ما غادي تمشي تبدا بالتريال قلت لهم قلت لهم انا ما كنتش تنشوف الفلوس نهائيا وما كانوش عندي ماشي زعما كانوا عندي وكنت مستغنيه عليهم ولا لا غير كان عندي ذاك الحب نتاع لو انا 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 تنبغي أقسم كلشي اللي عندي تنقصك كلشي اللي عندي تنفرح ملي تندخل مع عندي والو <applause> دونك جيمي لو بارتاج اي دون ملي كنت صغيوره وكانت قالت لينا ماما شنو بغيتو تديرو انا قلت ليها بغيت نكون معلمه دونك ديجا كنت كنت بغيت كنت دونك هاد 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 لو بارتاج هاد هاد التعليم عطاني هاد الشيء ما تنشوفش فلوس راه ملي بديت تنخدم تنشد 40000 ريال بلا ليسونس وما تنشوف في الفلوس ماشي سوق الفلوس انا الفلوس انا كان عندي انا عندي داكشي اللي كندير مع الطلبه وداكشي فين تنزيدهم وتن وديك الساعه ملي بحرب بديت عندي لي كلوب دو ليكتور مع كل قسم وعندي لي كلوب دو تياتر وبغ... عرفت ان لا هي اللي غادي تزيد لي كونتني انا لي كوناتني في مراكش في الكتبية مدرسه الكتبية لا بوتيغ ولي كوناتني في محمد الخامس هذيك هي اللي انا كنعاود نرد بكل شيء بكل شيء ديالها يعني مسرحياتها بالسيني كلوب ديالها بالمناقش ما كاينش سيني كلوب الا ما تناقشوش مورا ما تدخلش الا دخل دخلت تقعد تناقش ولا تسمع على الاقل شنو دي بالسيني كلوب ديالها بالكتب ديالها يعني هذاك الشيء بديت تنعطي ولقيت فيه بوكو دو بليزيغ جامي لارجون ني ما انتريسي ولا فكرت فيه ولا خممت فيه وملي كانوا شي وقت احتاجيت فيهم الفلوس درت البريفي شويه حتى حتى عاوتاني صدر ربي الامور وعاود وعاود وحبسته ولكن وثاني في ذاك لو بريفي علاش جلست فيه بزاف حيت فيه من غادي يا دي انستيتوت تري انتريسون كاينين شي 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 مؤسسات عليا تنهضر دابا نيت على 20 عام اكثر اللي آه داك الشيء ممتاز فيها وعندك حريه باش تدير بالطلبه اللي بغيتي بغيتي تدير بهم مسرح بغيتي توريهم فين بغيتي تدير معاهم شي حاجه ماشي تيجي شي واحد ما فاهمكش انت كاع عشان تقول لك لا دي ما ديرهاش علاش قول لي علاش وما نديرهاش ياك دونك هذا هو التعليم ديالي هكا وهكا في جديده قريت في حيت راجلي الله يرحمه كان طبيب تما كان خديته عنده 24 عام مي ابخي دار سبيسياليتي ومشينا للجديده حيت كان جينيكولوج مشينا للجديده حل تما داك ديالو وتمات الدار كانت ديما عامره بالطلبه تنجيبهم يديروا المسرح ونجيبهم يديروا يشوفوا الفيلم ونجيبهم نناقشوا واحد المره مشينا دقينا على كان ساعة الساعه باقي حي الشرايبي نعم دريش الشريبي <applause> آه كان باقي مشينا دقينا عليه في المدينه القديمه بحال بشدك الساعه الجديده مشينا دقينا تنقلبوا على انا اللي بغينا <applause> نجي ونقول لك شي حاجه ولا جي عندنا <applause> آه كان في الاخر كان شويه عيان <applause> وكان خاصو يدخل <applause> يمشي يمشي لهذا ما عليناش هذا هو التكوين ديالي وهذاك التكوين ديالي كان فيه الموسيقى كان ما عندناش قلت لك ما ناكلو في الدار يعني كنا على قد الحال كاين الناس كلهم شويه ذاك شويه تاكلوا الناس ناكلو وكان حدانا معهد الموسيقى دار السي سعيد وكنا تنمشيو بزمننا نمشيو لدار السي سعيد ندخلوا لدار السي سعيد اختي خرجت موسيقارات بارك الله لا. كبيره بزاف الى من غير الدبلوم ديالها الفرنسيه خرجت عندها الموسيقى واحد الطريقه حتى انا غير انا <تصفيق> <تصفيق> و... المو... ما تنغنيش مزيان ودونك بزمنا قرينا المحي الخالي كل شيء تيمشي لدار السي سعيد كان كان تيقرينا با السي الشهبوني تاع آه... السي احمد باه واحد لا سي 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 محمد الشبون ولا اسمو وجاوب لي سي الشبون حيت نقول وكان تيقرينا واحد الاناقه وكان تيقرينا ديك الموسيقى مم. الاله آه وكان عندنا الملحون كبار تاع الملحون مم. سي كاع دوك الكبار تاع في مراكش مم. كلهم تاع الملحون داكشي كنا بزمنا كانت حدانا واحد الدار تتعلم طرز كنا تندخلو نمشيو نديرو الطرز قالت آه. لك غادي تعلمكم لا باسيونس وغادي تعلمكم عندنا واحد نص ساعه في النهار تاع الطرس وعاد ملي تدخل للدار الكتاب ما تهز راسك ما تكلم الكتاب خوك بغا يقرا وانت باقي ما يا يلا دوروا الكتاب دوك دوك كان كانت عندي انايا وهذاك الشيء اللي كان عندي واللي تعطاني هو اللي تنفرق دابا وتنقسم مع دار الطالبات مع الوليدات نتا وعنا نتا وعجده كاينه واحد لاكخاش مكلفين بالدراري الصغار ولكن ولكن فيها شي واحد سته ما قراوش ما, ما 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 ترباوش لانهم شي وحيد فيه شي توحيمه ما عليناش مشكل ما ترباوش آه ما نبغوش كاع يسمعوني سي با كغاف آه ما, ما رباهم حد ولكن قراو هما تيقراو واحد فيهم بلال غادي يدي الباك هذا العام ان شاء الله حتى هما نحاول نفرق معاهم هذا الشيء هذا دوك دوك سته اللي هما قراو وغادي ان شاء الله نكونوا معاهم حتى يكونوا لواحد لاكراش كانوا داروا واحد المجموعه ديال ديالت الرجال في واحد ليونس كلب مع راجلي كان هو لي بريزيدون وقال لهم زيدون نديروا واحد خلقوا ديك اسميتو زيدو نديروا ديك لا ميزون دي زابوندوني ملي تفاس ما هو الدكتور صبان ملا. عليه هو الله يرحمه ودونك هذيك هذيك الدكتور صبان هي اللي كان كنهضر عليها دابا انايا ودونك فيها مني جيت منين كنا في جديده مع المرحوم كانت كل ساعات يقول لي راه واحد المراه خلات بنتها واحد المراه خلات ولدها لقينا واحد البنيته تلاحتها همها في شي غابه وجا شي كلالي زيد وبقات عايشه وعندها وخ... ساعتين ولا هذا وانا نقول شتي من هذا الشيء كله نوض نمشيو نديرو شي حاجه وهي اللي دار مع ليونس كلوب هي اللي دار مع قلت لها نوض نديرو شي حاجه ونديرو قال لك ما غادي شكون غادي يخليك ديري الدار باش تهزي لي زابوندوني قلت لها دا سيت اون سي كونستان هما كاينين دابا صافي هما كاينين حنا غادي ما غادي يقول لنا حتى شي حاجه وفعلا در تبنات اه هذيك لاميزون داروا تبارك الله وغزاله و هي هذه اللي قلت لك تكون في العدد نتاع فوالا دونك في جديده جمعت واحد المجموعه نتاع الطلبه جيت لمراكش توفى الطبيب وجيت لمراكش منين جيت لمراكش عند حدا خوتي صفت واحد المجموعه الطلبه وليت لا ليسونس يقلبوا لي علاش عندنا الناس اللي تيلوحوا وليداتهم وصفتهم لا كريش دو جديده وقعدتهم ست شهور في لا كريش دو جديده تكلفت بهم في كل شيء وجابوا لي واحد لو رابور داكشي عجيب اكسترا اكسترا وختينا كيفاش البنيتات ما صباتش الشطه 18 عام في المغرب والناس تيعطوا بنيتاتهم يخدموا لان ما تيتجوجوش رجال ما تيتجوجوش ما كاين اش بغا يجيب فمو ياكلوا ما عنده ما ياكلوا دوك تيمشي هو للمدينه هي يصيفطوها تخدم 13 14 تيوقع بها اللي وقع بها في الدار الاولى اللي دخلت ليها م. وتتلح في الزنقه ما تقدرش ترجع لدارهم دوك جيو دو تري بو دو كان عطاهم ليا واحد الاستاذ بوجروف سعيد نتاع في الجامعه كان جاتو واحد لا لا لانيماسيون سوسيو كولتيغال واحد العام وقال لي عافاك علي لا خوت ليا لي ميموار ديال هادو قلت له انا راه غنديرهم براتيك راه الكتبه يمشي ينقلوا ويحطوا ما عندي ما ندير بها قال لي ديريهم اللي بغيتي وصفتهم لواحد المجموعه ديال المؤسسات منها الحضانه وهذا الحضانه دونك هما اللي جابوا لينا باش منين جات منين جينا لمراكش منين جيت انا في 98 وكاين وفي 2000 آه 2000 آه توريا اختي خلقات الصوره بتميز في افريقيا اسميتو آه آه قالت لنا واش بغيتو جمعنا حيت لان هنا غادي هنا خصنا ع... هنا مهم بزاف عاد نفهموا ان واحد الانسان بوحدو ما تيقدرش يمشي بعيد صحيح وتيخص تكون جمعيه صحيح وتيخص تكون فيها عدد وحنا عندنا جمعيه عندنا جمع... واحد جمعية فيها 20 مرة عندنا جمعيه تصور اوبتيميست هذه جمعيه انترناسيونال وعندنا جمعيه منها نفس ال... ناسيونال هي دار الطالبه للفتاه القرويه صح. ياك يعني هذيك دار الطالبه بنيناها دونك وحنا على علم ان البنات يقعدوا من المدرسه انهم تيخصهم يعاونوا والجو خارس سقيو ما وديك وحنا ما بغيناوش يدوا داك الشيء بغينا نعطيهم لي شونس دياولنا لان قانونيا في المغرب خصهم يمشوا للمدرسه <applause> دونك مشينا بدينا مشينا بدينا بدينا انا, أنا بزاف وتوريا ومدام الاحمدي مشينا تنمشيو للجبال تنمشيو داكشي الشيء تنقلبوا على الناس على البنات على الدواور وعلى البلايص بسهوله والناس كيقول كي لك الناس ما تيبغيوش ولادهم يقراو غلط في المغرب الناس بغاو ولادهم يقراو الناس خاصهم غير الامان في الواحد يحطوا الاولاد في الواحد يحطوا هو با يقرا ها المدرسه ما كايناش كاين ابتدائي ما كاينش الثانوي كاين فين بغي لا لا الله ما تي تي بغا بغاو ما كانش ما كانش الثقه شي حاجه مسدوده بحال كي دايرين حنايا وداك الشيء راه ما تدويش مع باك الا دويتي مع باك تطردي الا جا باك يحط لينا لا كارت ونعطيه الموعد ودخلي تدوي مع ما كانش تدوي مع اللي كان ياك دونك لقينا واحد الاقبال من ناحيه لي بقينا اقبال من ناحية قليل شي وحده كان دايوغرا باقيه مشوكيه بها ولكن كان الوالد ماشي ما خطرش خاطروش كان ما خطرش خاطروش كان مريض ياك ولكن وحده اللي لقيت معاه واحد المشكل وكانت واحد المأساة كنت مشيت لواحد الدوار انا وشي أساتيدا وشي ناس ومشينا لواحد الدوار نشوفوا نحطوا البنات نهار 8 مارس قلنا لهم بغيتو الشهاده دابا راه مدرسه بغيتوا تسكنو في وتنحطوهم على ذاك الشيء كله ومشينا ملي مشينا لهذا لهذا لهذاك الطوار كاينه فيه مدرسه ابتدائيه كاينه في واحد الحويط صغيور هكا داير ديك السكويله صغيوره تاي فيها جوج قسم وبقينا داني واحد السي عبد كان استاذ تما دابا راه ما دار شي شوا داروا بزاف بزاف طلع تبارك الله عليه في بزاف ديال اسمو مشيت وهذا الداني هو اللي داني ومشينا جالسين ومورا الحيط اللي هي تتبان لنا واحد البنيته لابسه بلوزه بيضاء هكا تدير اللي سولته تيقول لي يعني اللي سولته ولكن بين عليها عندها مشكل ولكن ماشي لحمه 100% لابسه بلوزه بيضه نقيه <applause> كل شيء بخير انايا انا, أنا ملي قاديت المناقشه مع البنات ذاك الصباح نتاع لو مارس وفسرت لهم راه غادي تجيو غادي نقراو غادي نشوفوا الفلام وغادي نديروا كتبه وغادي نديروا وغادي توليو عيالات واللي بغات شي حاجه غادي توليها فعلا ملي سالينا مع الوحده وهي وقفت تحت الشجره <applause> ديال هكا هذه اثرت فيا الى الابد وانا <applause> مشي قطعت عندها مشيت تقطعت عندها بعني الاستاذ تجري يا استاذه راح نقرا جيت وقفت تما كل نهار قلت لها بنتي صباح الخير قالت لي صباح الخير قلت لها اش كديري هنا قالت لي علاش قلت لها انا بغيت نسولك ولكن كيف نعاونك أنا نقدر نعاونك قالت لي خرجني با من الشهاده جبت 9 ونص على وخرجني قال لي عندي بنت البنات تقرا بعيد قلت لها سعود قالت لها قلت لها امتى قالت لها العام اللي فات قلت لها انا نقدر نعاونك قالت لي لا ما غاديش بالحق هو ما ربحش تلبس البلوزه وترجي فينا كل صباح هو ما ربح ما ربحش في الدار وبعيده شي شبا كوميان دو طون دو مارش مشيت معاها مشينا الاساتذه كلش تابعيني وحنا قاعدين يلاه توصلنا عند الباعة ما بغات وهو ما بغاتش هو نوخ غلط ولكن ما على خطرش ماشي ما بغاش ما على خاطروش هيت معاه في الاخر غوط علينا كلنا وقال لك واخا غادي نجيبها وغنشوف وجابها لينا لدار الطالبه جابها لغت ليه شاف داك الشيء وقلنا ليه الزيار وقلنا ليه هذا تقرا وعندنا واحد الكابيني دونتيغ في دار الطالبه قلنا ليه شوف راه غنداووا لهم سنيهم وتنداووا لهم كل شيء فابور ما عندك حتى حاجه ما تخلص حنا اللي هازين كل شيء لان كاينين دار دور الطالبه اللي تيطلبوا 2000 ريال في الشهر خاويين لان الناس ما عندهمش 2000 درهم ما يعطيك وطيب الخدام بالجورني ب 60 درهم حتى شويه يعطيك عنده جوج ثلاثه تاع 2000 ريال في الشهر هذا جاب لينا البنيته تبارك الله والصلاه على النبي ما نقولش اش تدير ما نقولش شكون هي نهائيا ولكن ولكن كلشي عارفها عندنا في دار الطالبه تبارك الله فينا هي دابا هذا هو اللي كنت لقيت معه ولكن ما خطرش. مكنش على خاطرش ما كانش على خاطر Voilà نعم. هذا هو هذا هو حكايتنا نعم. مع طيب مع الصوصيل نعم. وعلاش بنينه دار الطالبه نعم طيب الشأن الثقافي نمشيو للصالون لانه مهم جدا أيه. وعطيتي جزء من حياتك نعم. بدليل انه نعم. آه من 2004 من 2004 هذه نعم. تقريبا واحد نعم. 18 سنه تقريبا نعم. او 16 سنه نعم. ماشي سهله نعم. انه الاستمراريه هي اللي مهمه بالنسبه للصالون نعم. الثقافي والفكري نعم. الفكره منين جات نعم. وكيفاش بدات تتبنى حتى توصل لهذا الشي دابا الشي دابا دار الطالبه كل شيء آه المدارس اللي قريت فيهم كان ليسي او كان جامعه ديما انا تنجمع واحد المجموعه نتاع الطلبه تندير معاهم القرايه مع شي على شي كتاب تندخل شويه القرايه في راسهم ولكن هاد هاد, <applause> جاب جاب هاد لو سالون دو ليكتور جا في واحد جا بعدا في هاد الوقيته تاع اليوم اللي تنهضر دابا على الثمانينات التسعينات ياك اش اش يدخل عندك الطالب ما عرفت حاجه تيدخل عندك بعدا دابا في الكليه السنه الاولى في الكليه تيدخل عندك الطالب تيشوف فيك وما وتتشوف ما كانش امال في عينيه تتشوف واحد الحاله داك الشيء غريب تيخصك تعاود تبوستي وتدوي وتكلم وراه انت اللي مسؤول على السقوط ديالك وانت اللي مسؤول على فعلا وانت اللي مسؤول على النجاح ديالك وكذا دونك كاينه كونستا كاين واحد الحاجه تنشوفوها ها هي الطلبه ديالنا وواحد الفراغ يعني يعني واحد الاستاذ 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 بلافريج اللي كان عندنا مؤخرا ياك يعني هو سول هو ولا شكون لا ماشي هو غير هذا هذا الاسبوع سول الطلبه قال لهم شكون هو شكون هو شي شي اسم التاريخ معروف <applause> شي شي ما حلقتش شكون يا ربي سيدي باي بداني البتي <تضح> الزهايمر <تضح> لا عفوا <تضح> لا ما طرت نساع سولو سولو اسولو هم <معين> <سنة> <سنة اللولدكولية. معين> <تضح> 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 على واحد الشخصيه مغربيه قال لهم شكون تيعرف <تضح> هذه ايوا تحت مدوه مي سنه الاولى كلية الكليه واحد الحدويه الصباح قالها oh. لها قولي قالت لها كاين ديال مدينه فلان امس بصح مسمية <تضح> على ذاك على ذاك على هاياك حنا دابا هنا تنقراو على اللوطيلات كاين يعني كان كاين واحد أه أه كين ضياع ضياع والثقافه ما كايناش ما بقاتش كاينه دونك دونك كنت انا تنقري في واحد هنا في مراكش وكان وكانوا تيجيبوا تبارك الله شي شي ادمغه وشي اساتذه وشي مفكرين وشي مثقفين داك الشيء عجيب وتيقريوا فواحد واحد, واحد نخبه وقدروا يجيبوهم وتغسل الفلوس بزاف وانت صح. تتعرف وهنايا بغيت نموت نجيبهم عند عندي للجامعه وباقي ديك الساعه ما معروفاش وما عارفينش نقول لهم بغيت نجيب فلان غادي يقول لي شكون انت بعدا هي الاولى بحال راجل بحال انا تنقري في مراكش وداك الشيء كله هو ف ف فمشيت عند ذاك الاستاذ اركون محمد اركون <applause> حيت هو اللي غادي نهضر عليه بسببه باش عندنا الصالون اليوم مشيت عنده قلت له الله يرحم باك واش واخا جيتي عندنا لواحد الصالون كان معنا الدكتور احمدي ومجموعه نتاع لو سيركل دي زامي د واحد المجموعه تاعت <applause> اصدقاء قلت لهم راه ها راه طلبنا الاستاذ اركون يجي عندنا محمد اركون يجي عندنا اجتمعنا هاد انا مخشي ما خشيتي ما طنعيت الاولاد الكليه وعرفت انا فين ساكنه <applause> راه <ربيع> بعيده <دي> بالكليه تا <applause> يجيو تا يجيو كان تيجي على رجليه صح اه وتيجيو وجاو وقاعدين قعدنا تنصنتو الو الو محمد اركون اش اللي عجبني فيه بزاف هو اللي كانعيطوا لهم هاد لي نوفو بونسور دو الاسلام هادو اللي اللي تقول اسلام هما هادي واحد 30 عام ولا 40 عام ياك بدا واحد الخمول عندنا في في, في الفكر الاسلامي في الفكر الاسلامي بدا واحد الخمول ولينا تنطيحوا وغادي تنطيحوا وتنطيحوا بلا قرايه بلا ما فائده به فاذا به داكشي اللي تقال لي تنعاود نقولوا شي هذا قدام الناس كلهم هو ما عنده لا صوص ولا راس القران ما تنعرفوش ليه ولا عرفنا ليه تنجبدوا منه شي كلمه حفظها اللي سمعت قلتها وتنمشي نقولها انا في بلاصه اخرى ما عرفتش المعنى ديالها فاذا به كانت سنتنا لذاك الاستاذ محمد اركون والاستاذ بن الزين اللي تبعوه الاستاذ رشيد بن الزين اللي كان كاين تيتولع معاه عندنا في الصالون ياك واحد مده ثلاث سنوات على الاقل جاء الاستاذ اركون اللي كان هو استاذ نتاع تاريخ الفكر الاسلامي وكان استاذ تاع الفلسفه في السوربون وكذا دكتور وكان كي كان كي يتكلم بزاف كان على كان تيتكلم بزاف على 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 الفكر الاسلامي اللي اللي ولا عائق بيننا وبين الحداثه لا ياك دونك دونك تيفسر للناس كيفاش راه الفكر الاسلامي ماشي هو هذا اللي ولا عندكم دروك اللي ولا موضه دروك الفكر الاسلامي راه حاجه ثانيه وراه كيمشي معنا موديرنيتي ودابا هادشي تقولوا انتم راه عائق عائق مع لا لا موديرنيتي ودابا راه ودابا هو علاش عمل هو وراشد بن زين وواحد المجموعه اخرى نتنظر نهضر على هذو حيت هذو اللي جاوا للصالون باش يعاودوا يحيوا وستطعوا هاد لي نوفو بونسور دو depuis 40 ans maintenant ولا 30 ans استطعوا يعاودوا يحيوا الفكر الاسلامي ديالنا يعني صحيح لان بحال دابا الاستاذ رشيد بن زين كان كلب بليغمونوتيك ليغمونوتيك هي ليتود نتاع لي تيكست دابا دابا النصوص المقدسه تي يقراوها لنا مثلا واحد النهار في واحد الدرس هنايا الاستاذ رشيد بن زين فسر لي الطلبه ان ايه القران هي لو ديالها ماشي هي كلمه تتخاض وتنقول لك ها هو قال الله هادي وفضات لا قال لنا قال لهم شوفوا مثلا نخدطوا صورة يوسف هذاك الاول مع الخرق الصوره الاولى مع الخراف نتاع صوره يوسف 111 اسمه راهو هما كيتجاوبوا كي الثانيه مع لافون ديرنيير وتتبقى وحده 111 هي لو ميساج نتاع الايه دونك بدات يفسر لي الطلبه والناس وليا ان ان الاسلام حاجه ثانيه راه ماشي كلمات هكا نزلت كما جاب الله لا عندها معنى وعندها دي ميساج وعندها خصنا وخصنا, وخصنا حنا هاد 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 المفكرين هاد المفكرين اللي كانوا تيجيو علموا لينا علموا لينا كاملين هذا آه, 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 الفكر النقدي لا بونسي كريتيك لا بونسي كريتيك دونك لا بونسي كريتيك يعني آه آه موضوعيه اناليز آه الباحث وداكشي كله آه باش 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 الفكر النقدي الفكر النقدي هي إن جو جوستيفي ونقول هادي ها هي علاش ماشي نقول لك قال هادي وفضات وملي نقول لك اش تقول لي كاش. قولي يا صافي ما تسولينيش الا سولتيني يعني انت ياك يعني دونك سي تي سي تي بور نو تري طلبناه يعاود يجي بدا تيجي شي ثلاث سنين هما تيتردوا علينا هو وراشد بنزين سو كي فيك والطلبه اللي فاجئني بعد دابا ملي كانوا تيجيو هما كنا اكثر من 140 واحد في الصالون كيجيو الناس يتصنتوا ليه لانه كان تيهضر معقول كان تيهضر على ها انتوما ها انتوما راه راه زمان زمان واليوم اليوم وما تقدرش تقول هذه ديري هذه لان اليوم ولا خاصها تمشي تضرب 20 كيلومتر باش تمشي للخدمه ودير هذه وخصك تساوي هذه مع هذه لان دابا شحال مراه هز راجل شحال شوفوا في عائلتي ديالنا شحال مراه هز الرجال أربعة خمسة رجال مقرية ومصاوبة وكل شيء دوك سي فو فولي غير مخ... جعلونا نخمموا هذا هو ال... هذا هو المهم ألوغ هذا هو ال... هذا هذا من ناحية الثقافية كان الأستاذ أركون والأستاذ بن بدأوا بداو و... وواحد العدد كاع اللي جا تمشيو تيجي عندنا واللي سمع الأستاذ أركون والأستاذ بن الزين جاو عندنا تيجي تيجري ياك دوك هذه من واحد الناحية من بعد دوك تنشأ الصالون في 2004 2005 دوك أشنو غادي يوقع؟ غادي نوليو حنايا غادي نتفننوا نعم اش ولينا كنديروا ولينا كنديروا دي تيماتيك مو. ما واضح دونك ما يمكنش لينا ما يمكنش لينا نديروا الصالون دابا قبل في الصيف تنقعدوا نديروا اون تيماتيك م. مثلا ليستوار انترناسيونال اترافير لي رومان دي غران رومانسي دونك غادي غادي نقروا واحد العدد الكتب غادي نقراوهم حنا لكوميتي كان كاين واحد الكوميتي مسير كيدبر كي هادشي الشيء كله كيختار كي كيتصل بالكتاب حنا واحد الكوميتي فينا شي سبعه ولا ثمانيه هو اللي مكلف بهادشي الشيء كله هو دونك كنختاروا تنخططوا للناس اش داك وكل وكون شتي استاذ واحد شحال شحال تعلمنا وشحال بكتاب واحد مثلا في ملي درنا هاد لاتيماتيك تاع ليستوار انترناسيونال ترافير لي رومون دي غران رومونسي لي زاف دو غران رومونسي مثلا غادي واحد برادرز بالفرنسيه مم. اه تاع آه. بانجاوبك على الفرنسيه مم. واحد برادرز آه. هو هذا سميتو برادرز واخا كتب واخا آه. حنا قرينا بالفرنسيه هاد برادرز راه على لا ريفولوسيون كولتورال شينواس على ماوت سيتون ولكن تنشوفها من الناس اشتاز عليهم وداك وداك السوسيال كومونيزم داك شي كل شيء داك داك المصائب كلها اللي دازت على, على 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 الناس باش واحد يقول راني انا دارت وعادة دونك تعلمنا لشين شيء دابا بكتاب واحد وبلاتي فيه 700 ولا 800 ورقه كل قراها اه اسميتو برادرز تعلمنا لا كلها تعرفنا لي وعرفنا الناس من مشى وعرفنا كل شيء عاودنا قرينا واحد اسمي نتاع خالد حسيني اسميتو لي سافولون دو كابول لي سافولون دو كابول تيورينا كيفاش افغانستان طاحت في هادشي اللي طاحت فيه لو كاو وداك هادشي كله اللي طاحت فيه شناه هكا تبعنا. تبعناه 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 هذاك هذا هاد ل... هاد, أه هاد أه حسيني خالد حسيني قرينا قرينا الكتاب وشحال وشفنا لا شوت نتاع افغانستان كي كانت وفين طاحت وفين ولات والناس اللي تيهربوا سميتها لو سيرفولون عرفتي لو سيرفولون داك اللي به <applause> <applause> اه اه هو تيدل على اه بغاوي بغاو ولكن راه لاصقين في لاكولتور ديالتهم وهذا وكذا تعلمنا قرينا واحد انانو على فرانكو <applause> قرينا عرفتي عرفتي ديك العام تاني كان من 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 اغنى ومن اجود السنوات ديال من بعد غادي نديروا لافريك دو نور جميل ياك يعني غادي نقراو الأصواني آه العماره اليعقوبيا غادي نقراو آه بوجدرا غادي نقراو امين الزاوي غادي نقراو لافريك دو نور غادي نتخصوا عام في لافريك دو نور بعد غنديروا لافريك سوب جميل ها ها ميانو ها ها شي ما ها واحد العادات الكاتب الكتاب انت و... انت و... سيب يعني دونك دونك هذا هو الصالون واللي و... و... كيسرني بزاف هو طلبه الى دخل طالب مغربي من الجامعه ما عندوش باش يوصل حتى لهنا مثلا ساكن هنا ما عمرو تيعاود يمشي ويلا الا مشى شي دكتوره تيبقى يتبع معنا ولا شي ماستر ولا تيبقى متبع معنا بهذا ومن يرجع رجع لمراكش تلقى هو الاول قاص الصالون هذا يعني يعني مكسب. يعني مكسب من غير مكسب يعني بغاو الطلبه يوصلوا, يوصلوا بغاو يوصلوا بغاو يتقفوا بغاو يعرفوا بغاو. ماشي غير تينميو الثقافات ديالتهم لا. و سا دوفيان شوز سا دوفيان شوز من نعم استاذ نعم. 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 طيب باش بيتينا نختموا طبعا لانه هذا مسار طويل وما يمكنش نلخصه فقط في نصف نصف ساعه او ساعه ولكن نحن سعداء اننا نلتقينا بك اليوم في المكتبه ديالك لا ليلى اش بغيتي تجيب اش بغيت نقول كاين باقي الخصاص كثير بحال هاد نعم. الصالونات نعم. حنا هي صويلين صغيور وكنديروا بزاف الحوايج نعم. ولينا دابا في الانترناسيونال نعم. ولكن <applause> لا بلاصه ايفيل الا يب... كاين بزاف تاع طو... الاماكن اللي تخلقوا بحال بحال وشي دور واحد العدد نتاع الدور بزاف موي. ديال الثقافه مزيان كثار اللي تفتحوا بهاد ه... في هاد 10 سنوات الاخيره ولكن كاين قصص قصص علاش مشيتوا في الاتجاهات الفرنسيه؟ علاش مشينا؟ لاننا بعدا معنا لي سوب صاغي طلب عندنا 800 في جامعه القضيعيه 800 نعم. دونك تيجيو عندنا الصال ياك يعني دوك دو ها هما هادو معنا اجانب قراء بغاو يعرفوا بحال دابا هذا العام خصنا على المغرب انت شي حاجه كتبه درنا مثلا بغاو يعرفوا بغاو تقراو معاك الكتاب نتاعك على بلادك وعلى هذا وعلى تيبغيو يقراو تيبغيو يجيو يحضروا ما تيهضروش بالعربيه مم. دونك دونك قلنا منين المغرب كله بلوز او موان تيفهم الفرنسيه نديروا بالفرنسيه ولكن اللي بغى يهضر بالانجليزيه تيتكلم بالانجليزيه اللي بغى يتكلم بالعربيه تيتكلم بالعربيه ما عندنا حتى مشكل تنفهموا وملي تنفهموا تنترجموا تنترجموا نعم. دوك يا ربي كثر وكثر بزاف هاد لي صالون وعندنا طلبه دابا بداو دايرين نعم. لي صالون نعم. ديالهم ممتاز يقوله. ممتاز نعم. سيدتي انستي سادتي آه ايضا باش نقولوا الاستاذه ليلى بن بين باللي ان كاش بريس ايضا عند الصالون ديالها وصلت للدوره الثالثه ديالها يمكن لينا آه نكشفوا لها على بعض الصور وبعض التقارير بعض الخصوص وهي كانت ممتازه اخر مرة درناها على شرف البروفيسور محمد مركي <applause> آه عميد كلية الحقوق بسلطنة عمان عمان الفقيه الدستوري اللي جاء رجع لبلاده وكنا سبقنا وعملنا واحد مجموعة من الصالونات الأخرى نتمنى على أنه أيضا إمكانية كإمكانية شراكة مع صالون ديال ليلى بن بين دكتورة ليلى بن بين شكرا لك لأنه أسعدتنا بهذا اللقاء في, <applause> في المنزل <applause> ديالك والكرم ديالك الكبير <applause> ونتمنوا على انه يسعفنا الحظ على انه نحضروا بعض الصالونات وايضا نقلوها مباشرا للقراء وايضا الناس المهتمين بالمجال الثقافي والفكري شكرا لك, لك شكرا لك سيدي لك شكرا هذه الفكره عندك استاذ نتاع نقلوها لك. لنا هذه آه. الفكره تاع نقلوها للناس مهمه بزاف خاص خاص ان نومبر يشوف بحال دابا الثلاثه اللي دوزتو نتاع المفكرين خصهم إيه. خصهم طبعا 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 نعم. وحنا مرحبا استاذ مرحبا بارك الله فيك الله الى اذا سيدتي سادتي ننهي حلقه اليوم من هذا البرنامج اللي خصنا كاتب مكتبة ليلى من دكتوره ليلى من بين على امل لقاء بكم في حلقه اخرى من هذا البرنامج لكم تحياتي انا مصطفى غلمان رفقتي زميلي محمد امين بدوي في الاخراج التقني الى اللقاء